أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. حذرت الولايات المتحدة نظام الأسد من مغبة شن هجوم كيميائي جديد في سوريا بعد أن كشفت استعدادات محتملة للقيام بهذا الهجوم. وقال البيت الأبيض إن التحضيرات التي تعرفت عليها الولايات المتحدة تشبه تلك التي أدت إلى الهجوم السابق على بلدة خان شيخون، مضيفا أن الأسد وقواته سيدفعون ثمنا باهظا إذا استخدموا الأسلحة الكيميائية هذه المرة. أحكمت القوات العراقية الطوق الأمني على مسلحي داعش في منطقة السرج خانة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. وقالت قيادة الشرطة الاتحادية إن قواتها سيطرت على المركز الطبي الرئيسي لداعش في باب البيض واستولت على كميات كبيرة من الأدوية. تمكن الجيش اليمني مدعوما بقوات التحالف العربي من أسر 9 أفراد من ميليشيات الحوثي في مدينة مأرب، بينهم قياديون. وكانت قوات التحالف العربي تمكنت من استهداف مقر اجتماع قيادات حوثية بارزة، ما أسفر عن قتل عدد كبير منهم. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المحكمة العليا في بلاده بالسماح له بتطبيق جزء من الحظر المفروض على سفر مواطني بعض الدول إلى الولايات المتحدة بأنه انتصار للأمن القومي. هذا ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل، ويقضي الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بمنع مواطني إيران وليبيا والصومال السودان سوريا اليمن من السفر إلى أمريكا. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى معالجة ملف كوريا الشمالية والتهديد الذي يشكله برنامجها النووي والباليستي سريعا. وقال ترامب للصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الهندي إن النظام الكوري الشمالي مصدر لمشاكل هائلة، وهذا أمر يجب الاهتمام به، ويجب على الأرجح الاهتمام به سريعا. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه من المنتظر إطلاق التاكسي الجوي بشكل تجريبي في الربع الأخير من العام الجاري. وقالت الهيئة إنها تعمل لوضع المركبة الجوية حيز التشغيل في شهر يوليو تموز المقبل لتكون ضمن المواصلات العامة في المستقبل. ومن المقرر مراقبة كل رحلة للطائرة التي تصل مدتها إلى نصف ساعة عبر غرفة تحكم أرضية. إلى اللقاء.